عسلامة. عسلامة، مرحبا. مرحبا بك أكثر. لاباس؟ عايشك. صحة بخير؟ لاباس الحمد لله. عايش. عرفني علي. رفيعة سعيدي، أستاذة سينما، نخدم منشطة في دار الثقافة السليمانية، وسكرتيرة في مهرجان دولي للمونودراما بقرطاج، مدير السيدة كرام عزوز. هي اليوم موجودة في سيدي بوسعيد، شنو هي الأجواء؟ محلاها على الاخر، متفرهدة على الاخر، اخيرا فماش خدمة، مخي مرتاح. مش اول مرة بتبيع عندي. بتبيع بنت تونس. متعودة يعني. متعودة. شنو هي الفرق ما بين سيدي بوسعيد قبل وسيدي بوسعيد اليوم؟ والله ما نشوفش اللي هي تبدلت، نفس الضحكة المزيانة، نفس الألوان المزيانة، الأبيض والأزرق، نفس الشماسة المحلاها الدافية، نفس البحر المحلاه، نفس المحبة، نفس الوجوه النيرة، يعني ما نشوفش تغير. فما عبيد يقولوا كيف معناها نفدوا كل شيء نجوا للبلاصة هذه، علاش؟ على خاطر فما جبل، فما البحر، فما شمس، الحاجات هذوما ثلاثة هم اللي يعطونا معناها السعادة من غير ما نشعر يعني. بدن الإنسان في حاجة لهم يعني باش يتفرد. شو تكون سعيدة؟ حاجة صعبة؟ لا، باش تكون سعيدة أول حاجة لازمك تكوني قنوعة، قنوعة بشكلك، قنوعة بمستوى المعيشة اللي أنت عايشيها، وقنوعة بالانتوراج اللي داير بيك، معنا بالخلطة اللي نمشي معاهم، بالأصحاب اللي نخرج معاهم، اللي نمشي معاهم، ونكون قنوعة بخدمتي، وقنوعة زادة بالقرارات اللي نتخذها في حياتي. الراحة ما تشريش بالفلوس. الراحة ما تشريش بالفلوس. تشري برشا فلوس. ساعات نحتاج الفلوس، حابين ولا كرهنا نحتاج الفلوس باش نوفروا راحة. مثلا بدن يكون مريض ما عندكش فلوس، كيفاش باش تداوي؟ كيفاش باش يكون بدنك مرتاح؟ يعني هي نرجعوا للفلوس. خلينا نخصوا على راحة البال. باهي، راحة البال ما تظلمش، ما تاكلش عرق جبين حد آخر، ما تعتديش على غيرك. اطلب السماح، راهي كلمة سامحني تعلي من مقدارك مش طيح من مقدارك، تو تعيش مرتاح. فما شكون انت توا حكيت على السماح، فما شكون يقول لك ليه انا ما نطلبش السماح معناه باش نطيح من قيمتي، دونك نلتزم الصمت وما نقولش كلمة سامح. دونك ما يقولش كلمة سامحني، يمشي يعمل وفد خاص بيه، نسموه وفد ما نسامحش ولا ما نطلبش السماح، خليه يمشي يعيش وحده، احنا تواسع معروفين بالتسامح والطيبة والحنية. يمشي يعيش وحده ما يعيش معنا احنا. انتي متسامحة؟ اكيد اكيد اكيد، نتغشش شوية، نقعد نتغش الحق تعرفي نتغش، اما مع الوقت ننسى. قلبك ابيض؟ اكيد اكيد. ماشي هكا شخص بقيت هكا متغش عليه؟ فما ما نعرف روحي مع الوقت باش نسامحها ان شاء الله. نسامحها؟ صديقة؟ لا مو صديقة، زميلة سكن يعني، كانت خايبة معي على الاخر، ما نعرف اللي انا باش نسامحها يعني. العبيد اليوم تحسهم تبدلوا ولا كيف كيف؟ اي فما برشا طبيعة عماله تمشي للخايب يعني، العبيد ولدت ما انانيه برشا، تخمم كان في روحها، ما تخممش في اللي اكبر منها، ما تخممش في اللي اصغر منها، ما تخممش في مشاعر العبيد. دونك العبيد ماشيه وتخيب، مش ماشيه وتكون باهي يعني، ماشيه وتخيب للأسوأ. للأسوأ، أي للأسف للأسوأ، على حسب ما قاعدة نشوف أنا يعني. يخلي كل شخص يحتاط وإلا كيفاش، ولا لازم يتأقلم مع السوء؟ يتأقلم ويحتاط في نفس الوقت، يتأقلم ويحتاط، هاني نضحك مع الناس الكل، هاني نفدلك مع الناس الكل، هاني نحب الناس الكل، أما نحتاط من اللكعة، خاطر الوجيعة خايبة يعني. ما كل إنسان ودرجة الحساسية اللي عنده، مثلا أنا حساسة بدرجة 90%، غيري حساس 50%، غيري زيرو مشاعر، أنا عنده عادي على الأخر، ما تتحركش فيه، دم بارد كما نقولوا بالتونسي. أنا بويسك حساسة، يلزمني نحتاط، يلزمني نكون محتاطة أكثر في علاقاتي. يعني أنت اليوم تأقلمت مع العبيد هذوما؟ مع طبيعتهم بليتو؟ بنسبة 70%، بنسبة 70%. أقلم مع حاجة أنت ما تحبهاش، مش تحس روحك سامحني يعني كأنك تنافق في روحك؟ لا مش حكاية نفاق، أما ساعات فما حاجات تكون مجبرة عليك، مسقط عليك، معناها من ما نجمش نتحكم فيها. انا مثلا نحب نعيش في فيلا، نحب نعيش في فيلا بالبيسين، نحب نلبس سروال 200 300 الف، الغالب خدمتي ما تسمح ليش باش نعيش المستوى نتاع العيشه هذيك، دونك نقنع روحي اللي العيشه اللي عايشتها ما احلاها. وكاو
تعرف انه العبيد كان معناها ما يسكتوش، كان عملت البي كان عملت الخايب ما سكتهم حد. يا سيدي انا نعمل البي الروحي مش لي، هو اجري عند ربي كما يقولوها، وهو كان قبلها وحبني كيما انا مرحبا، كان ما قبلش ما حبش انا ربحه اجري في كل الحالات، من اجتهد واصاب فله اجراني، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد، في كل الحالات انا ربحه. يعني اليوم انه يقبلك شخص كيف ما انت حسوها صعيبه؟ لا والله مش صعيبه، حب في حب نلقى شخص كيفي انا انثى، حب شخص كيفي انا اذكر مسيري نلقاه الشخص، واخيرا هاني لقيتها صديقتي صابرين، يعني تقريبا نفس التفكير نفس الحساسية نفس الطبع، اللي قلقني قلقها، اللي غششني غششها، يعني صديقتي أكثر من أختي، يعني معتبرتها أختي أنا مش معتبرتها صديق، ما القرية يعني هي تروح تبيت في دار وأنا نبيت في دار، ما معتبرتها أختي. أنت اليوم تمام بصديق؟ أكيد مازال فما صديق أكيد، أي والدليل هاك قدامك معايا في كل لحظة. قولوا ما تعطيش ثقة في حتى حد وصاحبك حتى حد. أنا نبقى كيما أنا ما نتبدلش، أنا كيما أنا ما نبدلش، أخويا يتقبلني باهي بالخايب نتاعي يا مش الخايب، على خاطرك تو نبدلو، على خاطرك تو نبدلو، اللي باش يقلقك مني ما مساش على خاطرك تو نتنازل عليه ونبدلو باش ما نخسروش بعضنا، أما باش تجي تحكم فيا ما تاكلش هكا ما تشربش هكا ما تخرجش هكا ما تمشيش معايا وأنت لابسة هكا، لا ما حاجتيش بيا. صارت لك حكايات هكا؟ باش انا بطبعي يعني من صغرتي يعني من قرايتي هكا كان نضحك نفدلك عادي، نلقى صغار يكوروا في الحومه نمشي نكور معاهم، فبشكون يتقلق؟ يقول لك خفيفه ماهيش طفله رزينه، شكونك انت باش تحكم عليا خفيفه ولا رزينه؟ خفيفه الروحي رزينه الروحي. مقياس الرزانه وشنو مقياس الخفه يعني؟ عندهم هم الطفله اللي تتكلم بصوت عالي ولا تضحك بصوت عالي خفيفه، الطفله اللي تلعب في الشارع خفيفة، الطفلة اللي سكوتية برشا شبيها بوها ليا وما تحش تتكلم وسيك، يا خويا سايبونا سايبونا خلينا نعيش احنا كيما احنا، لكم دينكم ولكم تصرفاتكم ولكم ولا ديننا ولا تصرفاتنا. فما قيود؟ أنا ما نخليهاش القيود، ما نخلي حتى حد يفرضها علي، مهما كان الشخص هذا، مهما كان ما نسمحلوش. ناكل نصرف على روحي، نوكل في روحي، نشرب في روحي، نخلص الكراهية بروحي، واللي شاد عليا سبي سيبها خليها تطيح. ما تعتبرش روحك متمرده؟ نتمرد، اي نتمرد. نتمرد في حاجه اللي باش تجي ضد مصلحتي، ما يسالش، خلي تعود حاجه خايبه وخلي ناكل ستاك على راسي، ما يسالش، نتعلم وحدي، مش انت باش تعلمني وتربيني. كلمة الخيطة. يعطيكم الصحة. اليوم يا ربي يعينكم، وتشرفت باللقاء هذا. ميرسي عايشك.